أدى صلاحيات تحقيق الضرائب الحقيقية للنظام سواء من التخصص المرحلة الأولى أو الإعلان عن نفسه المرحلة الثانية بدأ من يوم الأربعاء الفاضل إن شاء الله، يعني بعد حوالي يومين من النهاردة اللي هو الموافق يوم 8/9، وهتستمر فترة التقدم لتحقيق الضرائب للطلاب لحد يوم الأحد 12/9 إن شاء الله. وطبعا الظروف او القواعد المتبعه لتحقيق الاضطراب والتحويلات هي بتعتمد على الشروط الخاصه بتوزيع الاوراق والتقرير، بتكون محدده بنسبه 10% من الضغط الاستيعابيه لكل كليه او معهد. بالنسبه للمرحله الثالثه واعلاننا على المرحله الثالثه اللي هتبدا ان شاء الله بعد اعلان نتيجه مرحله تحليل الاضطراب، يبقى اذا احنا بننتظر لحد غلق الباب يوم الاحد 12/9 لتحليل الاضطراب، ثم تبدا معاها اعلان النتيجه، بعديها نبتدي نفتح الباب للمرحله الثالثه علشان يقدروا يتقدموا سواء للشعبه العلميه او الشعبه الادبيه. هي تبدا من 205 درجه، يعني بمعنى اصح اكثر من 50%، ونتوقع ان اجمالي العدد سواء في الشعبه العلميه او الشعبه الادبيه للمرحله الثالثه سيصل الى 66,997 طالب وطالبه. الترشيحات بالنسبة للمرحلة الثالثة الدور الأول في